السلام عليكم، ازيك يا باشمهندسين؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنبتدي مع بعض محاضرة رقم 2 في الاسبوع الثاني لماده الانرجي كونفرجن. لو نفتكر كده مع بعض، الاسبوع الاولاني كنا خدنا انتروداكشن عامه عن الانرجي كونفرجن، اتعلمنا معنى او الديفينيشن بتاع الانرجي يعني ايه، وشفنا الانواع او الفورمز المختلفه للانرجي في حياتنا، وشفنا كمان الكونفرجن اللي بيحصل ليها، ان هي تحول ازاي الانرجي ده من فورم الى فورم اخرى. وطبعا ادينا الاهتمام الاكبر شويه بالتحويل الديفرنت انرجيز الى الالكتريكال انرجي، الطاقه الكهربيه، وازاي ده بيتم بطرق مختلفه، سواء كانت بطريقه رينيوبل او بالطريقه الثيرمال العاديه نتيجه الحرق المواد الكيميكال زي الفحم والاويل ومشتقات البترول والغاز الطبيعي. وبعد كده اتكلمنا على الاحمال واللود بتاع الديلي لود كيرف الخاص بمصر، وشفنا ازاي ان عمليه الجنريشن او الكباسيتي اللي لازم تكون موجوده عندي لازم تغطي الديموند او اللود اللي موجوده، وشفنا الكيرفات مختلفه سواء لمصر او سواء في العالم، بتعرفني شكل الديستريبيوشن بتاع محطات الكهرباء في ديفرنت ماتيريال او في ديفرنت تايبس زي الرينيوبل بمشتقاتها او الثيرمال بمشتقاتها، وويت كل واحده قد ايه. النهارده بقى هنبدأ ندخل شويه في الالكتريكال يوتيليتي، شبكه مصر عموما والشبكات في العالم، ايه هي المكونات بتاعتها وبتتكون من ايه، ما يسمى بالباور سيستم اليمنتس. ففي الالكتريكال باور سيستم بنقول ان الالكتريكال نتورك او شبكه الجمهوريه عموما بنقسمها الى حاجتين، في حاجة بنسميها ترانسميشن سيستم اللي هو أنظمة النقل، والديستريبيوشن سيستم أنظمة التوزيع. دول نظامين مهمين جدا، ودول بنقول عليهم النتورك، دول الشبكة. يعني لما تيجي تتكلم تقول الالكتريكال نتورك، فلما نقصد بالنتورك احنا بنقصد بيها الترانسميشن والديستريبيوشن. فدول اللي احنا هنتكلم ان شاء الله عنهم سواء في المحاضرة دي وفي المحاضرة الجاية، بيتكون من ايه الحاجات اللي جواها، وهنتعرف على الترانسميشن والديستريبيوشن سيستم. بالنسبة للتراديشنال ترانسميشن سيستم اللي هو لازم اعرف السب ستيشن اللي هي المحطات بتاعت تحويل الطاقة او تحويل الكهرباء، الاكويبمنت اللي موجودة جواها. هنتعرف على حاجة اسمها الجاز انسوليتد سويتش جير او ما يسمى الجي اي اس سيستم، خلاص. كمان هنشوف الباور سيستم اوبريشن، الاوبريشن نفسها بتاعت السيستم بتاعت النتورك بتاعتي في حالة بنسميها حالة الستيدي ستيت كونديشن، يعني بنقول في النورمال كونديشن. يعني انا لو بوصل كهرباء من محطة توليد كهرباء الى اللود بتاعي او الناس اللي عايزين الكهرباء، ففي النورمال كيس او في الحاله العاديه بنقول ان هم في كونديشن بنسميه الستيدي ستيت كونديشن. فده برضو لازم هندرس الباور سيستم اوبريشن في الحاله دي شكله ازاي. طب في كمان بيبقى في النتورك بتاعتي حاجه اسمها دايناميك اوبريشن او بنسميها ترانزيانت كونديشن، ده خصوصا في بيحصل في وقتين، لما وقت يحصل فيه فولت او ما يسمى مشكله في الشبكه، يعني حصل لا قدر الله اي مشكله في اي محطه، ففي اللحظات اللي بيحصل فيها مشكله وهتطلع محطه او يدخل محطه، ده بنسميها ترانزميشن ترانزيانت كونديشن. او في حاله القفل وفتح، يعني انا هفتح حاجه واقفل حاجه حتى لو ما فيش مشكله، ده برضو بنسميه ترانزيانت كونديشن. يبقى انا في عند السيستم بتاعي لا اما بيكون في حاله بنسميها ستيدي ستيت، لا اما في حاله اسمها ترانزنت كونديشن. ده كل ده خاص بمين؟ بالترانسميشن سيستم بتاعي. برضو الديستريبيوشن سيستم لازم نتعرف جوه الديستريبيوشن سيستم على ما يسمى الديستريبيوشن فيدر
الموزعات او اللي بيسموها كده المغذيات. يعني ان شاء الله كده لما تكبروا شوية وتروحوا حتى زيارات لمحطات الكهرباء بتلاقي كده كاتبين على بعض اللوحات يقول لك المغذي. المغذي او الديستريبيوتر او الديستريبيوشن فيدر ده اللي بيغذي الكهرباء لمثلا مصنع، لشركة، لمنطقة، مدينة معينة، فده بنسميه الفيدر. فلازم نبقى عارفين او شايفين شكل الفيدر ده عامل ازاي. كمان في الريزيدنشال الكتريكال كونكشن، ان انا الكونكشن نفسها بتاعت الديستريبيوتر ده او بتاعت الفيدر ده شكلها ازاي. في انواع كتيره جدا من الكونكشن، اشهرهم طبعا اللي هي اللوب كونكشن، ان انا بوصل اللودز بتاعتي مع الستيشن بتاعتي او مع الديستريبيوشن سيستم بتاعي عن طريق لوب شكل دايره. تمام. بعد كده برضو هنتعرف مع بعض على الانتليجنت الكتريكال جريد، سواء كان في الترانسميشن او في الديستريبيوشن. تمام. فده كده العناصر الاساسيه بتاعه اليوتيليتي بتاعه الشبكه بتاعتي شكلها ازاي. جزء بنسميه ترانسميشن، جزء بنسميه ديستريبيوشن. عايزين بقى ندخل ان ديب شويه، تفاصيل شويه عن الحاجات دي. بالنسبه لي الميجر كومبوننتس في الباور سيستم بتاعتي، منظومه الكهرباء عموما، فيها اربعه اليمنت رئيسيين. اول اليمنت بالنسبه لي هو الباور بلانت، المحطه اللي بتطلع الكهرباء، اللي بتبروديوس الالكتريكال انرجي. دول محطات الكهرباء اللي احنا خدنا نبذه كده عنهم سريعه في الاسبوع اللي فات. زي قلنا المحطات الهيدروليك، زي الويند، زي السولر، دول كلهم رينيوبل، او محطات الثيرمال، الحرق اللي جالي من الغاز الطبيعي ومشتقاته، كل دي بحولها الى الكتريكال انرجي. فده اول كومبوننت في الباور سيستم عندي هو البلانت، اللي هي مين؟ اللي هي المحطات اللي بتطلع الكهرباء، اللي جواها ما يسمى بقى الجنريتور والتربينه وكل الحاجات دي، هي اللي بتطلع في الاخر ايه؟ الالكتريكال انرجي. بعد كده الالكتريكال انرجي اللي بتطلع من هنا بنقلها عن طريق تاني كومبوننت اللي هو ما يسمى الترانسميشن والديستريبيوشن لاين. الترانسميشن والديستريبيوشن واضح من اسمها، الترانسميشن يعني نقل، الديستريبيوشن يعني توزيع، يعني انا بنقل ووزع الباور في الخطوه رقم كام؟ في الخطوه رقم 2. خلاص، ده بيترانسبورت الالكتريكال انرجي. كده انا خدتها من المكان اللي موجود فيه الجنريشن او الانتاج الكهرباء الى المكان اللي عايز اوزع فيه او ادي الكهرباء للمستهلكين. يدخل بقى عندنا ثالث حاجه، محطات بنسميها السب ستيشن. السب ستيشن والسويتش جير. السب ستيشن ده محطات لها وظائف مختلفه، منها وظيفه الترانسفورم فولتج، تحويل الجهود. احنا ببساطه جدا جوه البيت عندنا وجوه المدرج بتاعنا احنا بنتكلم على كهرباء فرق الجهد بتاعها ال 220. كله طبعا عارف ان احنا شغالين كهرباء كام؟ 220 فولت جوه البيوت. بس هل ال 220 فولت دول هم اللي الباور بلانت بتاعتي بيطلعهم؟ يعني وانا بجنريت او ببروديوس الالكتريكال انرجي جوه الباور بلانت، هل الفولتج الاوتبوت اللي خارج من الباور بلانت برضه 220 فولت؟ لا، الفكره ان الباور بلانت بتطلع فولتج يعني في المحطات الثيرمال بيكون تقريبا حوالي 16 كيلو فولت او 20 كيلو فولت، وبيختلف طبعا من سيستم الى ايه؟ من سيستم الى اخر. طيب الفكره في حاجه تانية، هو انا محتاج ان الجهد يكون عندي لو فولتج، بنسميه لو فولتج سيستم، ده في البيوت. فبالتالي عشان انقله واحوله محتاج ان انا يكون في عندي امكانيه في تغيير الفولتج بتاعي، ان انا يبقى عندي فولتج ترانسفورمرز يحول الجهد بتاعي. فده اوريدي موجود فين؟ موجود في السب ستيشن، في المحطات التوزيع او محطات النقل اللي عندي. خلاص، بنحط فيها الايه؟ المحولات دي اللي بتقدر تحول الجهد، بنسميها يا اما ستيب اب ترانسفورمر او ستيب داون ترانسفورمر، ودي ان شاء الله برضو هنتعرف عنها تفصيليا كمان شويه.
كمان فيها ما يسمى بالسويتش جير. ايه السويتش جير ده؟ السويتش جير ده هو عبارة عن مكان في الحماية او في البروتكشن بتاع السيستم. يبقى انا كمان مش بس ان انا عايز انقل الكهرباء وخلاص، لا ده انا عايز اوفر الحماية بحيث ان انا بعمل حاجة اسمها الريلابيليتي. يعني ايه الريلابيليتي؟ ان افضل او اضمن توصيل التيار الكهربي الى المستخدم باقل الخسائر. يعني ما ينفعش ان الكهرباء تقطع على كل الناس مره واحده، لا انا لما يحصل عندي مشكله لا اما اوفر لهم بديل اخر يغذي بيوتهم بدل ما ينتظروا في الكهرباء القطعه، او اقلل الخسائر بقدر الامكان. يعني هقطع في بعض المدن وبعض المدن الثانيه تفضل شغاله. طيب السويتش جير ده اللي هو بيعمل لي البروتكشن سيستم، ده سيستم كبير جدا فيه اليمنتس كتيرة جدا. في جزء للميجرمنت بيقيس الكرنت وبيقيس الفولت وبيقيس الباور، في جزء بيحمي السيستم بتاعي اثناء الفولت واثناء الفصل والتوصيل الطبيعي، ده كله موجود جوه السب ستيشن. فبالتالي ده التالت اليمنت عندي في الالكتريكال سيركتس او في الالكتريكال باور سيستم، هو السب ستيشن اللي بقى فيه اللي بداخلها الفولتج ترانسفورميشن او اللي فيها البروتكشن سيستم. تمام. اخر بقى مرحلة خالص، مرحلة اللود، مرحلة المستخدمين اللي هيستهلكوا اللي هيكونسيومد الانرجي، هم دول اللي هيستهلكوا الطاقة بتاعتي. زي اللي عندنا مثلا ابسط مثال البيوت، احنا الكهرباء بتروح تنشأ او بتجنريت جوه الباور بلانت، وبتفضل تمشي جوه الترانسميشن والديستريبيوشن والسبستيشن لحد ما تيجي عندي في البيت. الجهد بتاعها 220 فولت، اقدر بقى استخدمه في الابليكيشنز المختلفة، اشغل سخان، اشغل لمبة، اشغل تلفزيون، اشغل اي حاجة بالنسبة لي باستهلاك الطاقة الكهربائية. كمان اللودز بالنسبة لي كمان مش بس احمال سكنية، لا كمان تجارية، أي محلات تستفاد بالطاقة، ممكن تكون اندستريال صناعية، أي لود بيكونسيومد بيستهلك الطاقة، بيحول الطاقة الكهربية إلى طاقة أخرى، ده هنا بالنسبة لي ما يسمى باللود. فدول كده الأربعة إليمنت أو الكومبوننتس للباور سيستم: باور بلانت، جنريشن، ترانسميشن وديستريبيوشن، سب ستيشن، واللود. ده شكل اللي قدامنا، شكل توضيحي للي انا كنت لسه بحكي فيه دلوقتي، اللي هو الاليمنتس او الكومبوننتس بتاعه الباور سيستم، الالكتريكال باور سيستم. طيب نيجي نبص كده عليها واحده واحده كده تفصيليا. اولا ده الجزء الاولاني اللي هو جزء الجينريشن، ده اللي هو الباور بلانت بتاعنا، سواء بقى كان زي ما قلت لك رينيوبل، سواء كان فوسيل فيول، اي نوع من انواع الباور بلانت، ده مكان بيحول الديفرنت انرجيز الى الكتريكال انرجي. بيطلع من الالكتريكال انرجي بيروح على يونت، شايفين اليونت دي كده؟ اليونت دي على طول اللي بعد الجنريتور، ده الجنريتور اللي هو بيجنريت الباور. ده الكومبوننت الثاني، ده بنسميه الترانسفورمر، المحول الكهربي. ده بيحول الايه الجهد الكهربي. يعني انا الباور بلانت مثال بسيط قوي، لما بيطلع الجهد بتاعي عند فولت مثلا اللي هو 20 كيلو فولت، انا بجيب ترانسفورمر، بسمي الترانسفورمر ده، الترانسفورمر ده بيعمل ايه، ايه كل وظيفته؟ طبعا ان شاء الله انتوا هتدرسوه تفصيليا ان شاء الله لما الترم الجاي، الترم الثاني يعني، لا اما السنه الجايه. الترانسفورمر هو عباره عن كومبوننت، الكتريكال كومبوننت، بيغير الجهد، الجهد اللي داخله غير الجهد اللي خارج منه. خلاص، يبقى انا ده تاني واحده بالنسبه لي. عملت ايه؟ رحت عملت ستيب اب للفولت، حولته من ال 20 الى 500 كيلو فولت. شايفين وصلت لكام؟ 500 كيلو، ده رقم كبير جدا، ان انا كبرت الجهد الكهربي. خلاص. واسالك سؤال مهم، ليه احنا في الكهرباء بعد ما بجنريت الباور
بحط ترانسفورمر ستيب اب يعلي الجهد من ال 20 الى ال 500. خلاص عايزين بقى ان شاء الله تفكروا في السؤال ده كده ونجاوبه مع بعض في المحاضرة الجاية. لكن اعرف ان ده اسمه ايه، الاليمنت ده اسمه ايه، اسمه ترانسفورمر ستيب اب. طيب بعد كده الحتة اللي بعديه دي كده على طول ده اسمه سيركت بريكر. سيركت بريكر ده مفتاح، عارف مفتاح الكهرباء اللي عندك في البيت ده مفتاح، بس ده مفتاح بقى ايه، ل 500 كيلو فولت. انت المفتاح اللي عندك في البيت بتاع 220، شوف هتلاقي حاجه كده قد ايه، قد صباعين من صباعاتك خلاص. لكن ده سيركت بريكر بسم الله ما شاء الله، يعني هتلاقي ايه قد اوضه ولا حاجه. تمام، فده برضو اسمه سيركت بريكر، سكينه بتفصل التيار الكهربي. طيب انا بقى خدت الكهرباء من الجنريشن وديتها للزون الثانيه، شايفين الزون دي كلها كده، كل المنطقه دي كده، هي دي اسمها ايه، اسمها منطقه الترانسميشن سيستم. ده الكومبوننت رقم 2، ده اللي بينقل الايه الكهرباء، بنقلها عن طريق، شايفين الحاجات اللي واقفه دي، دي ابراج الجهد العالي خلاص، اللي هي الاوفر هيد ترانسميشن لاين. ده شكل البرج ال 500، لان يا جماعه كل نوع برج له شكل، يعني في ابراج ال 500، في ابراج ال 220، في ابراج ال 66 وهكذا. ده شكل البرج اللي هو كام؟ ال 500. فببدا انقل التيار الكهربي او انقل الباور بتاعي من الجنريشن جوه الترانسميشن سيستم. طيب جوه الترانسميشن سيستم بعد كام مسافه كده بروح اعمل ايه بقى؟ ده انا قربت من المكان اللي عايز الـ الكهرباء، فبروح اعمل ايه؟ بحط سب ستيشن. السب ستيشن دي جواها مين؟ زي ما قلت لك من شويه في السلايد، في السلايد اللي فاتت، جواها محول الكهربي، الترانسفورمر. الترانسفورمر ده بقى المره دي مش ستيب اب زي ده، لا عكسه بقى، ده ستيب داون. يقوم عامل ايه بقى؟ ياخد ال 500 اللي داخلين له من هنا يحولهم الى 220 او 230، يروح يتنقل لسيستم تاني. هنا كان 500 اهو، 500 كيلو فولت ترانسميشن، راح هنا السب ستيشن راح حوله الى كام؟ 230 كيلو فولت ترانسميشن. مشي فين؟ تمشي الكهرباء في الترانسميشن سيستم ده خلاص. واحنا اليوتيليتي بتاعتنا شبكه جمهوريه مصر العربيه كلها مربوطه بال 220 كيلو فولت ترانسميشن، كل شبكه الجمهوريه خلاص. طيب انا بقى عايز اتنقل لسيستم فولت اقل شويه من 220 او 230، بروح اعمل ايه كمان؟ اروح احط سب ستيشن ثانيه زيها اهو، سب ستيشن. بس السب ستيشن دي بقى مش من كام لكام؟ هيجي لها من هنا ال 220 او 230 هتحوله الى 69 خلاص، اللي هو سيستم جهده اقل شويه خلاص. يبقى انا هنا اتنقلت من 500 لل 230، من 230 الى ال 66 او ال 69 كيلو فولت. ده ترانسميشن سيستم برضو يفضل ماشي معايا لحد فين؟ نروح للمنطقه الاخيره بقى اللي هي منطقه الديستريبيوشن سيستم. يبقى احنا الترانسميشن في منه انواع، في منه 500، في منه 220، في منه كام؟ 69. كل ما كنت قريب من الجنريشن كل ما ايه محتاجت ترانسميشن سيستم كبير، جهده كبير. كل ما قربت من منطقه الديستريبيوشن كل ما احتاجت جهد يكون ايه صغير. فهنا بستخدم ستيب اب ترانسفورمر، وهنا بستخدم ايه ستيب داون ترانسفورمر. هيبدا بقى ينقل الجهد بتاعي من 69 الى كام؟ الى ال 12 او ال 11 كيلو فولت. عند ال 11 كيلو فولت ده بقى ده الديستريبيوشن سيستم. بيبقى في منه نوعين، في منه نوع ديستريبيوشن لاين، خطوط اوفر هيد ترانسميشن لاين، وفي منه بنبقى اندر جراوند كيبل، كابلات مدفونه في الارض. تلاقي يقوموا جايين يحفروا كده ويحطوا الكابلات في الارض في المدن خلاص، ويغطيها بحيث ان انت حضرتك الكهرباء كلها منقوله فين؟ تحت الارض. فيبقى ده اسمه ايه؟ الديستريبيوشن سيستم. انا هنا في الديستريبيوشن سيستم
هنقل الى ال 11 او ال 12 كيلو فولت. بيروح بقى لمين؟ بيروح بقى للكوميرشال والاندستريال، يعني عندي في مصنع ولا شركه ولا حاجه محتاجه الجهد اللي هو 12 كيلو فولت، فبياخده دايركت. ممكن ما ايه ممكن يحط محول داخلي يقلله الى ال 220، لكن هو بعض الاجهزه في الصناعة ممكن تستخدم على طول مين؟ ال 12 كيلو فولت، وساعات في حاجات بتستخدم 20 كيلو فولت. تمام؟ جزء منه ريزيدنشال، خلاص سكني. فالريزيدنشال لازم الأول يروح لمين؟ حاجة اسمها أندر جراوند ديستريبيوشن ترانسفورمر. ده بيحول من 12 كيلو فولت إلى 0.4 كيلو فولت، 4 من 10 كيلو فولت. ال 4 من 10 كيلو فولت دول هما اللي بيجوا لي فين؟ في البيت بتاعي، في الريزيدنشال اريا بتاعتي. خلاص؟ ده كده انواع مختلفه للسيستم بتاعي، سواء بقى كنت بتكلم على الجنريشن، ترانسميشن، ديستريبيوشن، اللودز المختلفه. دي وصف او توصيف سريع للالكتريكال باور سيستم، شكل السيستم بتاعي عامل ازاي. طبعا انا عارف ان ممكن يكون في كتير جدا عنده اسئلة او استفسار، يعرف الحاجات اللي انا لسه قايل عليها من شوية، ان ليه 500، ليه 220 او 230، ليه بنزود وليه بنقلل. كل الحاجات دي برضو هنتطرق ليها سريعا، بس انا بس دلوقتي في مرحلة ان انا بفهمك هو السيستم عندنا في مصر شغال ازاي. هو شغال بنفس الفكره دي، جنريشن يرفع الجهد ال 500 خلاص او 220، وبعد كده يبدا يعمل يمشي في الترانسميشن لحد ما يقرب من الاماكن السكنيه او الاماكن اللي محتاجه الباور، يبدا ستيب داون لحد ما يوصل لكام؟ للديستريبيوشن سيستم اللي هو ال 12 كيلو فولت، يبدا بقى يوزعه على المصانع والشركات والمنازل والكوميرشال، كل حاجه بتحتاج الكهرباء جوه الديستريبيوشن سيستم. تمام؟ ده هنا اهو تفصيليا كده ايه اللي بيحصل. نقل الباور ده بيروح للكوميرشال والأماكن التجارية والبيوت بأنواعها وبأشكالها. سواء كان اوفر هيد او طيب هنا كمان ده النيتورك بقى، نيتورك الشبكة من جوه، بعض التفاصيل الصغيره اللي موجوده جواها. عموما الشبكه مش خط زي ما كان مرسوم في السلايد اللي فاتت بمشي فيه، لا، هي الفكره ان هي نتورك. يعني ايه نتورك؟ يعني في ترابط بينها وبين بعض. يعني انا مثال كده بسيط، انا عندي في محطه رقم واحد، محطه اتنين مثلا، محطه تلاته، اربعه، خمسه، عندي في شويه محطات، كل محطة خارج منها محول بيحول الجهد الكهربي لقيمة معينة. خلاص؟ بعد ما الكهرباء بدأت تتحرك جوه الترانسميشن سيستم، بقى في عندك انتر كونكشن ستيشن. ايه الانتر كونكشن ستيشن دي؟ دي عبارة عن مجموعة من السكاكين، عبارة عن دوائر كده بسيطة بتديني الاتجاهات مختلفة للباور وتحركه والالكتريكال انرجي. يعني هدي لك مثال صغير قوي، ان مثلا المحطه رقم واحد ممكن لما ده يبقى كلوزد كده مقفول، وده كمان كلوزد كده، يبقى الباور بتاعتي خارجه من هنا هتمشي جوه المسار ده كده وتروح لمين؟ لهنا. طيب مثلا يعني انا عندي هنا في مسار تاني بنسميه الانتر كونكشن. انتر كونكشن ان السيستم ده والسيستم اللي تحت ده الاثنين لهم نفس الجهد الكهرباء. طيب افرض مثلا ان الجزء اللي تحت هنا حصل فيه مشكله، وانا محتاج التغذيه تيجي للاحمال اللي موجوده عندي هنا، دي اللودز بتاعتي. طيب يجي لها كهرباء منين؟ افصل الكهرباء؟ لا، بيبقى في عندي
امكانيه ان المحطتين اللي فوق دول يغذوا مين؟ يغذوا الجزء اللي تحت. عن طريق ايه بقى؟ اه عن طريق ان انا لو قفلت دي كده وقفلت دي كده، يقوم بقى الكهرباء جايه من ده يمشي هنا يروح على هنا يروح يغذي مين؟ يغذي الجماعه دي. يبقى انا كده بعمل ايه؟ ده بنسميه كونكشن. كونكشنز دي بتزود الاحتماليات توزيع الكهرباء لكل الاماكن عن طريق مجموعه السويتشات دي. اقدر دول محطات، اقدر محطه اي الفلانيه تغذي اي لود زي ما هي عايزه، تمام؟ فانا بعمل انتر كونكشن ما بين الستيشنز وبعضها، وما بين الستيشن وبين اللود، وما بين الستيشن وبين مين؟ وبين السبلاي بتاعي او الباور بلانت. خلاص ده الكونكشن بتاعت او الانتر كونكشن بتاعت الستيشن. طيب في بقى سويتشنج ستيشن، ده برضه سب ستيشن تانية فيها عملية بقى الفصل والتوصيل. يعني انا في حمل مثلا هيفي اندستريال محتاج مثلا 225 كيلو فولت او 400 كيلو فولت. طيب انا ده المسار بتاعها جاي لي من هنا على طول رايح لمين؟ لده. طب افرض مثلا انا عايز منطقة صناعية عايزة بس ال20، فاروح احط محول خلاص يقلل الباور، يقلل سوري الفولت للقيمة اللي انا عايزها وهكذا. طيب عندي مثلا في احمال تانية ال urban distribution system عايز القيمة دي، فاروح انا هنا مثلا اخد ال20 اعمل لها ستيب اب تبقى كام، سوري ستيب داون تبقى 400 فولت احمال سكنية. في عندي احمال سكنية تانية جايب لها ترانسفورمر تاني هيغذى من هنا. يبقى انا ممكن المحطة دي اروح اقفل السويتش ده واقفل السويتش ده يروح يغذي مين؟ الحملين دول وهكذا. يبقى العملية فيها ايه يا جماعة؟ احنا الفكرة بس من اللي هنا ان انا افهم ان الكهرباء اقدر اخدها من المحطة A الى المحطة B المحطة C، تروح جوه السب ستيشن الاولى السب ستيشن الثانية. المهم يبقى عندي فيه مسارات مختلفة. يبقى انا ممكن الباور بتاعتي تكون جاي لي من اكتر من مكان. خلاص انا اللي بقول انت تروح في الحته الفلانيه او انت تيجي في الحته الفلانيه وهكذا. يبقى العمليه توزيع الكهرباء نفسها بتبقى عباره عن شبكه متصله مع بعضها. لازم نبقى فاهمين الحته دي ان هي نتورك، هي عباره عن شبكه مجمعه فيها كل التوصيلات بكل الاشكال الممكنه. لو جينا بقى نتكلم على الالكتريكال نتورك بقى اللي انا قاعد شفت صورتها وشفت التوزيعات بتاعتها، عايزين بقى نشوف النتورك دي بتتقسم ازاي. اولا الالكتريكال باور نتورك divided into separate transmission and distribution system، منفصله. يعني عندي في سيستمز سواء كان ترانسميشن او ديستريبيوشن بتعتمد على الفولتج ليفل. زي ما قلت لك من شويه ان انا في حاجات كانت 500 وحاجات كانت 230 حاجات كانت 69 وال 11 او ال 12 كيلو فولت وهكذا. السيستمز دي باشكالها وانواعها بتتقسم الى مجموعه من الكاتيجوريز. خلاص هنا طبعا ده تيبل للستاندرد سيستم فولتج، ده الكود الكهربي اللي بنسميه انسي كود. خلاص الانسي كود ده الكود الكهربي بيبين لك ما يسمى بالنومينال فولتج. خلاص النومينال فولتج والكاتيجوري بتاعته او الاسم بتاعته. طبعا اكبر حاجه بنتكلم في 1000 كيلو فولت، يعني 1 ميجا فولت، ده موجود في الصين بس، ده بنسميه الترا هاي فولتج. السيستم بقى اللي اقل منه شويه اسمه اكسترا هاي فولتج، ده حوالي من 345 لحد 765. احنا هنا في مصر يعني عشان برضو نبقى فاهمين، مصر شغاله في الاكسترا هاي فولتج عند الفولت اللي اسمه كام؟ 500. خلاص يعني دول النومينال فولتج لكل السيستمز على مستوى العالم كله. يعني اي حته في العالم ممكن يشتغل اكسترا هاي فولتج عند 765، ممكن يشتغل 500. اوروبا شغاله 400 خلاص. فبالتالي احنا عندنا في مصر احنا شغالين على كام؟ على النومينال فولتج 500 كيلو فولت. طيب اقل منه شويه اسمه هاي فولتج سيستم. في الهاي فولتج سيستم من اول ال 115 كيلو فولت لحد 230 كيلو فولت، اللي هو احنا عندنا في مصر ال 220 كيلو فولت خلاص او 230 كيلو فولت.
ده هنا في مصر. طيب اقل منه شويه بنسميه سب ترانسميشن، خلاص. يبقى دول كلهم ترانسميشن، يعني الفلاحات دول كلهم اسمهم ترانسميشن، لكن هنا ده بقى اسمه ايه؟ سب ترانسميشن. سب ترانسميشن من اول ال 33 لحد الكام؟ ال 69، اللي هو عندنا في مصر كام اللي احنا شغالين عليه السب ترانسميشن؟ ال 69 كيلو فولت، تمام. طيب اقل بقى من كده شويه، طبعا ده مش موجود، يعني احنا بنتكلم على الترانسميشن سيستم. اقل من كده ما بقتش ترانسميشن سيستم، اقل من كده بنسميه بقى ايه؟ الديستريبيوشن سيستم، خلاص. الديستريبيوشن سيستم بنديله اسم تاني برضو عشان خاطر الناس تبقى لما تسمع الاسم ده ما تستغربش، بنسميه بقى ميديوم فولتج. يبقى انا الاربع حاجات اللي موجودين قدامك في التيبل دول، ده اسمه ايه؟ اسمه سب ترانسميشن، هاي فولتج، اكسترا هاي فولتج، الترا هاي فولتج. دول كلهم الاربع انواع اسمهم ترانسميشن سيستم. طيب في الديستريبيوشن سيستم، لا، الديستريبيوشن سيستم بنسميه ميديوم فولتج. ده من اول 1 كيلو لحد الكام؟ لحد ال 30 او ال 29 كيلو فولت. ده بنسميه ميديوم فولتج، اللي هو عندنا احنا في مصر ال 12 وال 11 كيلو فولت، وساعات عندنا ال 20 كيلو فولت في بعض المصانع، خلاص. طيب اقل بقى من 1 كيلو ده بنسميه لو فولتج سيستم، اللي هو عندنا في مصر 0.4 كيلو فولت، خلاص، او 400 فولت، تمام. ده اللي هو بيستخدمه فين؟ بنستخدمه في البيوت، اللي هو منه بقى ال 220. فدي كده التقسيمات او الكاتيجوريز عموما للديفرنت ليفل اوف فولتج اللي موجوده في حياتنا، خلاص، في العالم كله. ومنها بقى اللي احنا زي ما قلت لك في مصر عندنا في الاكسترا 500، في الهاي فولتج 220 او 230، في السب ترانسميشن ال 69 او اللي احنا بنقول عليه 66، في الميديوم فولتج او في الديستريبيوشن ال 11 او ال 12 كيلو فولت، في اللو فولتج سيستم ال 400 او ال 0.4 كيلو فولت. ده كده الليفل اوف فولتج. طيب فاكيد في للالكتريكال نتورك في حاجه ثانيه، السيستم فولتج الديسكريبشن بتاعه، المواصفات بتاعته، الارقام اللي انا قاعد بحكي عنها دي، ال 220 او 230، ال 500، ال الارقام دي، الارقام دي هي حاجتين، هي الروت مين سكوير، الار ام اس فاليو، واللاين تو لاين فولتج. يعني ايه بقى روت مين سكوير فاليو؟ احنا طبعا انتوا لسه سنه اولى، فانتوا لسه هتبدا تتعلموا في السيركتس الدي سي، ان احنا التيار الكهربي عندنا بتقسم الى حاجتين، جزء اسمه اي سي وجزء اسمه دي سي، اللي هو الدايركت كارنت والالترناتيف كارنت. الالترناتيف كارنت ده المتغير، ده اللي هو اللي الكهرباء بتاعتي في بيوتنا هنا وفي كل استخداماتنا هي الترناتيف كارنت، متغير والشكل بتاعه نيرلي ساينوسويدال ويف فورم، شكل ساين ويف، جميل. طيب الساين ويف ده فانكشن مع التايم، يعني متغير مع التايم. فعشان الناس تسهل على نفسها فحسبت للاي سي او للالترناتيف كارنت ما يسمى بالروت مين سكوير، ان هم جابوا الساينوسويد عملوا له روت، سوري، عملوا له سكويرد، عملوا له مربع، خلاص، وعملوا له مين اللي هو الافريج، وتحت الروت، تحت الجذر. فان شاء الله طبعا لما تدرسوا الروت مين سكوير فاليو هتفهموا تفصيليا ايه هي القيمه او ما معنى قيمه الروت مين سكوير فاليو. طيب ايه بقى حته لاين تو لاين فولتج؟ احنا عموما في الالكتريكال سيستمز عندنا بنقسم السيستم الى نمبر اوف فيزز. يعني في عندك سيستم الدي سي سيستم هو عباره عن تو فيز سيستم، خطين. الاي سي سيستم في مصر او في العالم كله هو شغال ب 3 فيز سيستم او 4 فيز سيستم او 5 فيز سيستم. طبعا الاشهر هو 3 فيز سيستم، 3 لاين، ثلاث خطوط. فالثلاث خطوط الديسكريبشن بتاعت الفولتج بقى عندنا هنا اللاين تو لاين فولتج، يعني فرق الجهد ما بين اي تو لاين من الثري لاينز.
يبقى احنا دلوقتي الشكل بتاع الباور، نقل الباور هو بينقل على هيئة 3 سلوك 3 فيزز. فرق الجهد بين اي 2 اسمه لاين تو لاين فولتج. فلما اقول لك ان الجهد اللي بنقل عليه 230 كيلو فولت، تعرف ده معناه ايه؟ معناه ان التيار ده ساينوسايد، سوري، اي سي الترناتيف كارنت، وال 230 ده الروت مين سكوير. طيب وهو ايه السيستم؟ هو 3 فيس سيستم. فال 230 كيلو فولت هو فرق الجهد ما بين اي سلكين من ال 3 فيزز او الثلاث سلوك بتوع السيستم. خلاص؟ طيب الناس كمان ربطت قيمة اللاين فولتج ده او الهاي فولتج فاليو للسيستم باللينس، بالطول. يعني قال لك خد بالك ان انت عايز تعمل ترانسميشن سيستم مثلا 220 كيلو فولت، فخد بالك ان الماكسيمم لينس، اقصى مسافة تقدر تعمل فيها السيستم بتاعك ده، من 100 الى 200 ميل. طبعا عشان الناس برضو تبقى عارفة التحويلات، ان الميل 1.6 كيلو متر، يعني بنتكلم من 160 الى تقريبا 300 كيلو. انا ممكن اعمل خط هاي فولتج 230 كيلو فولت، بس طوله كام؟ طوله 300 كيلو، ما يتعداش هذا الرقم او 200 ميل. طيب لو انا بقى عامل سيستم بقى اكسترا هاي فولتج زي عندنا في مصر 500، قال لك ان الماكسيمم لينس من 400 الى 500 ميل. خلاص؟ طبعا ده رقم كبير شويه، يعني تقريبا من 600 متر ل 1000 كيلو متر. ده عشان كده خط الصعيد اللي هو جاي من اسوان للقاهره معمول كام؟ معمول على السيستم اللي هو الاكسترا هاي فولتج اللي هو 500 كيلو فولت، وده طوله بنتكلم في حدود تقريبا 700 وشويه كيلو متر. خلاص؟ فده داخل فين؟ داخل في اللينس بتاع الجزء اللي هو اكسترا هاي فولتج. طبعا هنا في 2011 الصين بقى عملت السيستم بقى بتاعها اللي هو الالترا هاي فولتج سيستم، اللي هو 1000 كيلو فولت او 1 ميجا فولت. طبعا ده حاجه كبيره جدا، كانت بتنقل بيه باور، شوف تخيل كام؟ 3 جيجا. 3 جيجا. وصل احنا اللينس بتاعه تتكلم حوالي 630 كيلو متر، يعني ده المسافة اللي اتعملت بالخط اللي هو مين؟ الألف كيلو فولت سيستم ده في الصين. تمام؟ لكن ده مش معمول في أي مكان تاني في العالم إلا موجود فين؟ في الصين فقط يعني. طيب بالنسبة للديستريبيوشن سيستم اللي هي بقى أقل من 46 كيلو فولت، الحاجات الصغيرة زي اللي عندنا في مصر اللي هو ال 12 أو ال 11 كيلو فولت، ده بيكون من 5 إلى 30 ميل، يعني تقريبا من 8 إلى 50 كيلو متر. ده ما يزيدش عن الرقم ده، لان لو زاد عن كده بيحصل فيه لوسز في السيستم، وده ان شاء الله هنتكلم عنها الحته دي لما نتقابل مع بعض في الاسبوع الجاي ان شاء الله. تمام؟ يبقى احنا كده وضحنا مع بعض حته الايه، ان الالكتريكال باور سيستم في الترانسميشن سيستم بيعتمد على الليفل فولتج، والفولتج ده سميناه نتيجه الروت مين سكوير فاليو واللاين تو لاين، وعرفنا ايه الديسكريبشن بتاعه او الوصف بتاعه مع الطول، يعني الفولت قيمته كام واخر طول ممكن استخدمه فيه قد ايه. ده السيستم الفولتج في مصر. ده جدول هنا في مجموعه من الدول بيبين لك بقى حاجه مهمه جدا، الفريكوانسي. برضو من الحاجات المهمه قوي ان معظم الدول لها فريكوانسي محدده للساينوسويدر. احنا اتفقنا ان احنا بنتكلم على الترناتيف كارنت. الترناتيف كارنت يعني التيار متغير مع التايم وشكله ساينوسويدال، ساين ويف. ف عموما الدول ما بين حاجتين، ما بين 60 وما بين 50 هرتز. في مصر التردد بتاعنا 50 هرتز، في سماحيه موجب وسالب 0.5 هرتز. بالنسبه للاحمال السكنيه الريزيدنشال اللي احنا بنقول عليها 300 او 400 فولت، وده لللاين تو لاين، وال 220 لاين تو فيز.
الكوميرشال نفس الكلام، احنا الاحمال التجاريه والاحمال السكنيه الاثنين ايه نفس القيمه. في دول تانية بتبقى عندها الاحمال التجاريه مختلفه شويه عن الاحمال السكنيه. اندستريال الصناعيه، الصناعيه عندنا بقى مختلفه. في الصناعيه في حاجات بتشتغل على 132 كيلو فولت، في حاجات على 66، في حاجات 33، في حاجات 20، في حاجات 22، في حاجات 11، في حاجات 6 و6 من 10، في حاجات بقى زي الاحمال السكنيه 380. يبقى انا الاندستريال برضو عندنا في مصر متنوع حسب بقى الاجهزه اللي احنا بنستوردها وحسب نوع المصنع اللي شغال. عموما الفولتج تولرانس المسموح بيه في مصر موجب بسالب 10%، يعني ممكن يكون عندك الكهرباء في البيت 220 بس مسموح ان هي تقل 10% عن القيمه بتاعتي، يعني لو بقت مثلا 198 عادي جدا ما تقلقش، خلاص لو بقت 240 عادي جدا ولا اي حاجه خلاص. فده السماحيه بتاعت مين؟ بتاعت الجهود واشكالها وانواعها داخل جمهوريه مصر العربيه. طيب هنا بقى عايزين نميز حاجات كتير قوي. امتى استخدم ترانسميشن، امتى استخدم اندر جراوند، ايه الافضل ما بينهم هما الاثنين لو بعمل كومباريت. طبعا القصه دي قصه طويله وقصه كبيره جدا، ان ليه بنعمل اوفر هيد وليه بنعمل اندر جراوند وايه الميزه بده وايه الميزه في ده. هنوه بس هنا سريعا قوي عنها ان احنا في الاوفر هيد ترانسميشن لاين، ابراج الجهد العالي اللي بتبقى موجوده دي دايما بنفضل استخدامها في الاوبن اريا، يعني منطقه ما فيش فيها سكان، منطقه صحراء، منطقه بعيده خالص، احط فيها ايه؟ احط فيها الاوفر هيد ترانسميشن لاين. وكمان برضو لمعلومات لحضرتك ان احنا دايما بننقي الباور بلانت، محطات توليد الكهرباء، تكون برضو في منطقه فين؟ منطقه بعيده عن السكان، يعني اروح اجنريت الكهرباء في الصحراء وانقلها بالترانسميشن لاين فين؟ للاماكن السكنيه. خلاص؟ طيب اول ما ادخل لللارج سيتيز او للاماكن المكتظه بالسكان ابدا بقى ساعتها اتحول من ترانسميشن لاين الى مين؟ لاندر جراوند كيبل. خلاص ده بقى ساعتها خلاص كابلات تحت الارض، مش هنضايق الناس، مش هنعمل اي حاجه، كل حاجه ماشيه فين؟ ماشيه بديستريبيوتد سيستم تحت الارض. خلاص فيبقى هنا امتى استخدم ده؟ لو مكان فاضي لكن مكان فيه سكان يبقى استخدم اندر جراوند. خلاص الاندر جراوند هاير كوست، تكلفته اكبر. خلاص لو انا بقارنه بمين؟ بالاوفر هيد. لكن انفايرمنتال، محافظ على البيئه، يعني انا ممكن احط الكابلات وابني حواليها واقعد حواليها خلاص انا مش حاسس بحاجه. لكن لما يكون عندك في تاور برج، في البرج بقى تبعد عنه، حرم في حاجه اسمها حرم البرج شمال ويمين، وطول ما انت ماشي ولا قدر الله لو حصل اي مشكله ممكن السلوك تقع نعمل مشكله، لا فده خطير جدا، ما ينفعش ابني جنبه اي حاجه زي ما ابعد عنه مسافات كبيره. فلا الانفايرومنتال الاندر جراوند احسن من اوفر هيد، لكن تكلفه لا الاوفر هيد ارخص بكتير. من حيث التكلفه ان الكوست بير مايل، لو انا عندي هعمل 1 ميل يعني 1.6 كيلو من الاوفر هيد ترانسميشن لاين، ده هيكون ارخص من 6 الى 10 مرات عن مين؟ عن الاندر جراوند كيبل. تخيل يعني بتتكلم في تكلفه ضخمه جدا، ولكن بنضطر نستخدم الاندر جراوند عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ان هو انفايرومنتالي خلاص، وعشان اقدر ان انا استخدمه جوه ايه؟ جوه البيوت. تمام؟ فدي برضو حاجه لازم نفهمها، احنا ليه عاملين ترانسميشن وليه عاملين اندر جراوند؟ خلاص؟ كل حاجه وليها ايه؟ وليها المكان اللي بستخدمه فيه. تمام؟ هنا ده بقى شكل الترانسميشن سيستم. طبعا هي ده الخريطه او الشكل اللي موجود قدامنا ده، مش في مصر يعني، ده في امريكا، في الولايات المتحده الامريكيه، ومش برضو في امريكا كلها، لا دي في ولايه من الولايات المتحده الامريكيه اسمها متروبوليتانا، دي في اريزونا. دي بس الفكره او الهدف بس منها ان انا اشوف شكل الترانسميشن سيستم. احنا الترانسميشن سيستم زي ما اتفقنا معاك ان خط كهرباء ماشي فيه 3 فيزز، 3 سلوك، 3 فيزات للباور.
تمام، بتطلع منين؟ من اول الجينريشن، من اول محطات التوليد الكهرباء اللي هي الباور بلانت، لحد ما توصل لمين؟ للاحمال، للود. خلاص، يبقى دي اول معلومه خد بالي منها، ان كل خط مرسوم سواء بقى كان لون زي الالوان الموجوده قدامك احمر اخضر ازرق، كلهم هما ايه؟ هما 3 فيز باور، بس بنرسمهم على شكل لاين واحد. تمام، الترانسميشن سيستم نوعين، لا اما اوفر هيد ترانسميشن، لا اما اندر جراوند كيبل، لا اما خطوط زي الابراج اللي موجوده في مصر او تحت الارض، بنحفر ونحطها تحت الارض. طبعا ده له ميزات وله عيوب، وهنتكلم برضو ان شاء الله برضو عنها في الاسبوع القادم. فده بس ايه شكل توضيحي بيعرفك ان اللي باللون الاحمر ده ال 500، خطوط ال 500 اهو زي ما انت شايف كده ماشيه في ايه، في حتت مختلفه، في اماكن تانية فيها ال 345 اللي هو باللون الازرق، في اماكن تانية فيها ال 230 اللي هو باللون الاخضر. خلاص، اخد بالي من حاجه مهمه، ان الشبكه النتورك هي متوصله مع بعضها، يعني مش خط واحد ماشي مثلا كده وراح كده، لا انت بتلاقي في خط داخل مع خط تاني جاي لي من حته تانيه. ليه؟ لان دي كلها شبكه، دي كلها نتورك، كلها حاجه واحده. وممكن تلاقي نقطة، شايفين النقط اللي متظاهر عليها دي، ممكن تلاقي نقطة واحدة جاي لها الباور منين؟ من أكتر من مكان، جاي لها أكتر من خط. خلاص؟ يبقى أنا الفكرة كلها أهو زي دي مثلا، أدي النقطة دي خارج من هنا لون الأزرق اللي هو ال 345، وهنا الأخضر اللي هو 230، والأحمر هي ال 500، عند نقطة واحدة. نفس المكان وخارج منه الثلاث حاجات. فدي كلها اسمها إيه؟ اسمها نتورك، اسمها شبكة. خلاص؟ فمنها كل حاجه مرتبطه ببعضها، اللي بيحصل هنا بيسمع هنا، بيسمع هنا، بيسمع في كل حته. خلاص، فدي كلها مرتبطه ايه؟ مرتبطه ببعضها. تمام، ده كده بالنسبه للجزء الاولاني، هو ترانسميشن سيستم وتوصيفه وشكله وايه اللي بيحصل جواه. خلاص، يعني هنكتفي بس في المحاضرة النهاردة سريعا كده بالحاجات اللي احنا قلناها، وان شاء الله المرة الجاية هنكمل في الباور سيستم اليمنت، وهنبدأ نسمع بقى منكم الاسئلة اللي عنده استفسار لأي حاجة، نبدأ ان احنا ايه ندردش فيها مع بعض. خلاص، اتمنى تكون المحاضرة سهلة وبسيطة ومفهومة، ونشوفكم على خير الاسبوع الجاي. شكرا.